من القدس وغزة من مختلف مدن الضفة الغربية. رح نطل عليكم طيلة شهر رمضان المبارك في برنامج أوروبا في فلسطين. معلومات وتقارير بتحكي عن شراكة أمل وعمل بتجمع الاتحاد الأوروبي مع فلسطين. ورح نلتقي معكم بزيارات ميدانية نقدم فيها الأسئلة والجوائز. أوروبا في فلسطين مثل كل عام طيلة شهر رمضان الكريم، وكل عام وإنتوا بألف خير.